الخير عليكم الغاشي تاع اليوتيوب. هذه فيديو الثالثة راني نسجل فيها لعندك. الاولى درتها ضيعتها للكاميرا، عمرها ما تضيع لي فيديو، عمرها ما تبلوكي، عمرها. اليوم قلت لك سجلت فيديو سمعت العربية، باقي لي شي ما سمعتش الهضره بالعربية، هي بلوكات، ضيعت لي الفيديو الاول. الفيديو الزوجة زعما خاوتي ما نكذبش عليكم زعما غلط في الكلام معك على بالك. ايام بعد خمن قلت مساكين راهم صايمين منا كيما هكا تجي نتايا تكبر لهم في الهضره. هيا عاود زعما قلت نعاودها نسخها كيما قال لك اخر. هيا ونعاودها. شنو بغيت نقول لكم؟ هنايا كيما راكم تشوفوا في الانجليز ما تشكرش، رانا زعما في واحد الموقف حاله يرتالها كيما يقول لك، راه الارهاب ياكل فينا ماكله لا عندك. زعما كيما تقدر بلاصه كيما مانشستر، كان اللي يروح يفيزيتي ديك البلاصه يبغي يهد، كان اللي يروح تماك وما نوليش يقول لك. هي حتى دروك راها كيما كانت الاخضريه ولا خميس مليانه في لي زاني 90 رامي زهر، ولا الارهاب راه يزهر فيها يعني نقول لك. وهنا مش كيما عندنا في الجزائر نهار اللي ناض الارهاب وموا ناضوا له الرجال قاوموه كل شيء. هنايا قال لك ما تهضرش في سيدك على بالك، ما تفهم والو على بالك مع هاد العباد، والله لا تبقى حاير ما نكذبش عليك خويا. حنايا في الجزائر عندنا هاد الثقافه تاع حضره، حنا حاجه نعيطوا لها باسمها ما خافوش من الكلمات. حتى دي فوا واحد يقول لك لا صايغيب شويه ومنا على بالك، بصح حنايا عندنا هضرتنا شويه خشينه زعما جاي فيها العنف جاي داخل اوتوماتيكمون داخل فيها. هنايا باش نقول لك في الكتوبه تاع كتاب تاع كشفوهم وحدين كتاب تاع ليكول الدراري شنو يقول لهم فيه؟ يقول لهم كتبوا بريه ماشي والله ما نزيد من عندي، كتبوا بريه للسيل الارهابي اللي عندك. يعني نقول دراري كتب بريه للسيل الارهابي وزعما فاهمها بلي الارهاب ماشي مليح. في الفيديو الاولى اللي سجلتها مين بديت نهضر على هذه بديت من الحزامه لتحت راك فاهم. كاين واحد الصوالح ما ينقالوش بالهضره تاع على بالك الهضره تاع زعما هنا هذه فيديو ماشي جاي نخطب في الشيره اختك راك فاهم. ماني جاي هنا باش نبقى نهضر بشويه ونقول لكم بينك بلي انا سملاح، راني جاي باش نقول لك صوالح. بصح هي مشكله باسكو هضرتي انا مين نهضر بالعربيه مين نهضر بالفرنسيه ولا نهضر بالانجلي ولا اوتوماتيكمون في راسي نتحضر على بالك تبان لي راني حضاره راك فاهم، تبان لي دائما هكا نولي نخمم لي راح نولي نكونكتي واحد الصوالح وكل شيء في راسي. بصح كي نهضر بالدارجه تاع وهران على بالك تمتم ولي نبغي نردخ كيما يقولوا. شنو بغيت نقول لخويا؟ ها راك تشوف راه الارهاب ياكل فينا ماكله كيما قال لك الاخر، وقال لك ما تهضرش في سيدك فوالا راك تشوف. ما على باليش كي غادي ما على باليش كي غادي تكمل هذه القضيه. المشكله هي نقول لك المشكله وراه نقول لك حاجه تاع صح باش تفهم، هي زعما السلطات هنايا السلطات المحليه كيما يقولوا لهم يبغوا زعما هما يقول لك ما تخلطوش المسلمين، ماشي لخاطر جاء ارهاب تعيبوا في المسلمين ومنا وتقولوا المسلمين ارهابيين وكل شيء. المنطق هذا جاي كل دوبل ترونشون كيما يقول لك، المنطق هذا فيه دونجي نقول لك وين راه. لخاطرش كاين زوج هضرات يهضروا هما هضرات متناقضات راك فاهم، متناقضات. علاش؟ من جهه يقول لك الارهابي هذا اللي دار بومبا في مانشستر دخل في وسط الدراري، تخلط في وسط الدراري مساكين الصغير فيهم عنده 18 عام ماشي 18 عام 8 سنين الصغير فيهم، تخلط في وسطهم راح طرطق روحه فاهم. هما يقول لك هذا ما عندوش اي علاقه مع الاسلام، بصح من جهه اخرى يقول لك وبصح ما كان له تحضروا في المسلمين وما كان له تحضروا في الاسلام وتكريتيكو الاسلام وكل شيء. تسمى كلي دايرين وما علاقه راك فاهم، كلي هما دايرين علاقه على خاطرش الناس ماشي حمير ما تمنع عليهم يحضروا وكل شيء يخموا راك فاهم ويحضروا في بريفي وكل شيء. وانا نظن بلي هذه غلطه كبيره سيكولوجيكمون بارلون، خاطرش كاين صوالح لعندك
كاين صوالح في ماكش بين يجي لهاني جاي له، كاين صوالح في الدين، كاين صوالح في الاسلام اللي قالهم اللي قم تصحيح اللي قالهم بزاف بزاف صوالح حكايات للدراري وحكايات الكبار والصغار وحكاوها حكاوها شيوخ عادوك وكل شيء ياك حكاوها الشياطين. هذيك الهضره اللي قالها تعاود تنتقد ويقلها تصحح ويقلها تعاود من الاول فاهم، ولو كما نعاودوش هذه الهضره غادي يبقى الارهاب ياكل فينا كاع كيما رانا ياكل فينا ماكله وصاي حتى النهار اللي تخلط كاع بكره كلب، حتى النهار اللي يولي حتى النهار اللي يولي الهضره. شوف الشعوب غادي تجهل طول تقصر، الشعوب غادي تجهل سوا كيما رانا دوك نتفاهموا نقلعوا الارهاب نقلعوا الجذور تاع الارهاب، سوا نبداو داخلين لا خاطينا ما على بالناش وهذا الارهاب ما على بالناش منين جا وما عندهاش اي دخل وما عندهاش اي علاقه بالاسلام، ونهاري غادي تشعل بلا خاطرش ما غاديش تكلى على الكذب وثلاثه تاع لي جورناليست وشويه السلطات المحليه يشدوا يشدوا البلع فوق الكيكوطا كيما نقول لك راك فاهم. الكيكوطا هذه طولت قصرت ترتق ومن ترتق ما غاديش يوقع فيها هذا ارهابي وهذا ماشي ارهابي تخلط بكره كلب راك فاهم. هذه هي هذا هو المشكل نظن اللي رانا اللي انا رايح لها على خاطرش كيما البارح كنت نهضر على بالكم من الخرافات اللي من الخرافات اللي يديرهم في الراس تاع 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 العباد في البلدان تاعنا زوبيا اللي يديرها في ريزانهم، منها مثلا هالقضيه تاع عذاب القبر راك فاهم. هالقضيه ماكش واحد راح للقبر وعاود ولا وحكي لنا راك فاهم، هذه غير خرافات ياك. حتى في الكتوبه اوفيسيال اللي جايه منها خرافات تاع وحده يهوديه كانت تطلب، وحده يهوديه جات تطلب وقالت لهم اعطوني دراهم اعطوني ناكل ربي ربي يقيكم من عذاب القبر. ها القضيه من بدات ها من ذا القصه تاعها كان يقول ما باقينا في القران ولا غيفي باينه ليجوند كيما نقولوا حنايا باينه قصه خرافات على الطلعبه قبضوها ودخلوها ويحكي لها حكاوها للدراري يحكوها في المدارس يحكوها في الجوامع يحكوها في مش احشمانين في ذا العصر اون 2017 الرباني ها ولا ملعقه اللي خمم مازال في دلعه تحكي تأمن بال تأمن بالخرافات أطلالبة تعود فيهم كيما هكا زيد قلنا راح علاش دخلت لك الإرهاب ودخلت فيه تمتم رحت لك العذاب القبر علاش لخاطرش يقولوا من واحد يموت زعما يروح يدير الجهاد ياك الجهاد تاع مواتهم ياك راح يموت يموت على خاطر لي زون بوليتيك راك فاهم على خاطر رجال السياسه يموت على الخلفاء والزعماء والاولياء والسلاطين راك فاهم هما على بالك هما تموت عليهم ربي راه باغي تموت عليهم راك فاهم ربي يعشق في السلاطين فاهم. هي شوف خاوتي غادي نقول لكم بصفه زعما مباشره كاع الديانات كاع الديانات ماشي غير الاسلام تباعوا الرجال الحكم، وحتى اليوم حتى اليوم تشوفها في كاع الديانات وحتى على المسلمين الرجل تاع الحكم يتمشى وياكل الكسره، الرجل تاع الدين يتمشى وياكل الكسره من عند الزعماء ويقول للشعب وهذا زعيم وهذا منا وهذا موتوا عليه وهذا عطوه وهذا ديروا له وهذا فعلوا له راك فاهم. ومن بكري وهي جايه كي معاك راحوا قالوا للمفرخ لا عندك بدات الهضره تخسر راحوا قالوا للمفرخ قال لهم واه اللي يموت في خاطر الموت زعما شهيد زعما يستشهد في خاطر الزعماء نسبه على خاطر في خاطر رجال السياسه قال لك هذاك ما يجيش عذاب القبر قال لك داك الدراري اللي بيبي يجيهم عذاب القبر ياك يتعذبوا ما بيبي يتعذب راهم يحكوها الدراري في ولاد مواتهم اللي ما يحشموش يروح يحكوا هذه دي بخوف راهم يحكوها بشلاغمهم قاعد يحكي في الزوبيا الدراري. قلت لك راني سانسور على بالك كيما هكا راني شنو ساكت وانا تك 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 هكا المقصه يضرب على بالك والله لا ما نجمتش على هادي ما نديش دي فيديو بالعربيه على بالك هي صايب بلا فيديو صايب فاهم. راح كي ولا مزوبيا كيما هكا راك فاهم. هاد الزوبيا هادي ما جاتش من عند عند المسيحيين جات عند اليهود ولا جات من كتب تاع الاسلام مكتوب هادو تاع اللي راهم جايين من الموين اج راهم ينكتبوا كتب قرون ولا كاع الكتاب المشكله اللي عندنا حنايا في الاخر تاعنا في المجتمع تاعنا اي كتاب انكتب هادي اكثر من 500 سنه صابو ما تحسيش كاع مين بالك صابو في ما عادش يقول فمي ياك صابو مانوسكري كيما نقول حنايا صابو مكتوب في جلد تاع حمار ولا جلد تاع حلوف ولا جلد تاع كلب ولا صابو مكتوب في كتاب هادي 500 عام هيا صاي هذا الكتاب يولي جاي من عند ربي راك فاهم جاي من عند ربي هادي ابركه ما تمنيك
هذا ثمانيك هذا والله راه مكتوبه تاع عندك ما يقول فمي راه مكتوبه تاع بورنو راه مكتوب يا 500 زون لا نجيب لكم كتاب تاع بورنو مكتوب هذه 500 عام ربي كتبه ها قال لي خمم دونك حنا كي ولينا حنا ولينا لا عندك اي كتاب اي كتاب كان مكتوب بالعربيه ومكتوب فيه جلده تاع بغل ولا تاع حمار ولا هذه اكثر من 500 سنه ولا كتاب رباني لو كان داك الكتاب ديشيفري فيه وتقرا اقتل ابيك واقتل امك وتروح تدي خدمي تروح تدق فيهم هاودي هادروك على بالك الزوبيا نطوروا صاي والله لقنا نطوروا على بالك يمكن نكملوا كيما هكا غادي نكملوا اللي ديجا ترخصنا ترخص كبير صاي نحبس الفيديو صاي على بالكم مشكلة عبك عبك اني هضر وهاك اخرعي الف خان عبك لي تصوك راك داخل عاك عاس الف خان فهم باش ما تقولش باش ما تقولش الكلام اللي فغيمون يعطيك يعطيك النغمة تعليني حاس بيه راك فهم لعطرش انا يا ديك الهضرة ما هضر هاش غي هاكا لخاطر تبالي نهضر هاطر جاي من الداخل فهم جاي من هاكا ماليش يا جماعة تهلاو في روحكم ديركم هذه الفيديو هذه غير باش نقول لكم وليت غير باش نقول لكم صباح الخير باش نقول لكم مساء الخير في دياركم باش نقول لكم فوالا هذه هي الدنيا وصاي فاهم ونعاود نولي وصاي